السؤال الأكبر هو شو نعمل له لهذا الطفل، شو وين نوديه، كيف يعني بتعاملوا معه، إنه ممكن يتعاملوا معه بطريقة مختلفة كلياً عن أي طفل آخر. فإحنا بنحاول نطمنهم إنه هذا الموضوع ما في يعني ما بده أي خصوصية مختلفة كثير عن إخوته أو عن أي تجربة أخرى في هذه الأسرة. في 21 من مارس أذار من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمتلازمة داون، وهي حالة سببها وجود نسخة إضافية مما يعرف بكروموزوم 21 بشكل كامل أو جزئي، تصاحبها مجموعة من السمات البدنية المميزة والتحديات على مستويات الصحة والنمو البدني والعقلي. تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن احتمالات الإصابة بمتلازمة داون هي 1 في 1000 من بين كل الولادات الحية حول العالم، لكن من الممكن إلى حد كبير تحسين نوعية الحياة للمصابين بمتلازمة داون من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة لمراقبة النمو العقلي والبدني، إلى جانب التدخل المبكر لمساعدة الأطفال على التطور وصقل مواهبهم. فكيف يمكن التعامل مع أبناء متلازمة داون بما يعظم الاستفادة من قدراتهم؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه، وأنا إيناس عبد الوهاب. حيدر أبو مخو مدير جمعية الرحيم في الضفة الغربية، وهو أب لطفل في 10 من ذوي متلازمة داون. حيدر بعد أشهر قليلة من ميلاد طفله قرر تأسيس جمعية متخصصة لدعم أصحاب متلازمة داون بالتعاون مع أهالي آخرين يمرون بظروف مشابهة. حيدر أبو مخو معنا اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون. أهلا حيدر في بودكاست يستحق الانتباه. أهلا فيكم، يا هلا. أهلا بك حيدر. يعني أعرف أنك تعاملت مع موضوع وجود ابن مصاب بمتلازمة داون بشكل مختلف. هو ليس ابنك الأول، هو الابن الثالث كما فهمت منك. نعم صحيح، الابن الثالث. عمره الآن 10 سنوات. صحيح. طيب احكي لي، خلينا نبدأ منذ البداية. بعد ولادة ابنك قررت أن تتعامل مع الموضوع بشكل مختلف، لابد أنه كانت هناك نوع من المفاجأة في البداية، لكن كيف استجمعت نفسك وقررت أنك ستتعامل مع الموضوع بشكل مختلف؟ متى وكيف؟ سعد مساكم ويعطيكم ألف عافية وكل الاحترام لكم على هذه اللفتة، وبنتمنى أنه نحيي هذا اليوم في نوع من التوعية ونوع من التعريف عن ذوي متلازمة داون واحتياجاتهم في فلسطين. يعني أنا زي أي أب وأم ممكن يكونوا بانتظار طفل بمواصفات ما، ولكن تفاجأنا بعد الولادة بأنه الله أعطانا طفل من ذوي متلازمة داون. وحتى تلك اللحظات ما كنا بنعرف إيش يعني متلازمة داون أو شو مشاكلهم، أو يعني ما بنعرف أي شيء عن هذا العالم. ومع الأيام يعني للأسف يعني الكل بدخل في نوع من الصدمة النفسية نتيجة وجود هذا الطفل في الأسرة، ولكن مع الوقت ولكن احنا كانت يعني ميزتنا انه تجاوزنا هذه المرحلة الصدمة بأسرع من كثير العائلات فيما بعد التقينا فيهم وعرفناهم. وبعد ما تجاوزنا الصدمة هاي والمعرفة بعض التفاصيل عن مين هم أطفال متلازمة داون وشو احتياجاتهم، بلشنا نبحث عن نحن نبعث هذا الطفل على مراكز تأهيل بشكل مبكر من أجل تطوير قدراته وإمكانياته. طيب وهون كانت المفاجأة. خليني أستوقف حضرتك هنا. مسألة تجاوز الصدمة، يعني كم استغرق منك الأمر؟ لأنه ممكن حد يكون بيسمعنا والأمر يستغرق منه وقت طويل، وكما فهمت أن المسألة بتحتاج لتدخل مبكر، فكم استغرق منك مسألة يعني استيعاب الصدمة والتحرك؟ يعني ما كانت الصدمة طويلة، كانت أيام لم تتجاوز الشهر قضية الصدمة بالنسبة إلي ولأسرتي، وتجاوزناها بشكل سريع جدا.
ومن ثم بلشنا رحلة البحث عن مراكز وجمعيات ومؤسسات من أجل العناية وتوفير التأهيل لهذا الطفل. وهون زي ما حكينا كانت المفاجأة بأنه ما في عندنا في فلسطين مراكز متخصصة بذوي متلازمة داون تقدم لهم خدمات تأهيلية بشكل علمي ومهني، بطور من قدراتهم وإمكانياتهم. كل ما هو موجود، وعندنا طبعا مراكز كثيرة احنا في البلد، ولكن هي ميكس وخليط ما بين أطفال التوحد وما بين شلل الدماغ وما بين أطفال متلازمة داون وغيرها من الإعاقات الذهنية والجسدية، اللي بتكون في مكان واحد وبيئة واحدة وأخصائيين بيشتغلوا معهم بشكل جماعي أو فردي في نفس المكان. وهون كانت الفكرة إنه لا، يعني المفروض إنه يكون في لهم مركز خاص ومؤسسة خاصة فيهم بتعتني وبتقدم لهم خدمات مختلفة وقائمة على أسس مهنية وعلمية بتطور من قدراتهم وإمكانياتهم. هنا جاءت فكرة المركز أو الجمعية المختصة. حضرتك جمعت مجموعة من الأهالي الآخرين ممن يمرون بظروف مماثلة وقررت أن تؤسس جمعية مختصة. نعم صحيح. يعني هون بعد اكتشاف او العلم بانه ما في مراكز متخصصه، كان في قرار مني ومن زوجتي ومن المحيط الاجتماعي اللي فينا انه نحاول نعمل مؤسسه خاصه بذوي متلازمه داون. والفكره والقرار الاول اللي اتخذناه انه يكونوا قائمين على هاي المؤسسه هم اهل الاطفال، لانهم الاكثر درايه وعلم باحتياجات اطفالهم ومن مختلف الفئات العمريه طبعا. وهون بلشت رحلة البحث عن أعضاء مؤسسين للجمعية، واستغرق معنا الوقت أكثر من 6 شهور يمكن حتى قدرنا نجمع العدد القانوني والرسمي من أجل تأسيس مؤسسة وتسجيلها في الجهات الرسمية والمختصة. وهون تعرفنا على 7 عائلات أخرى كانوا من أهل الأطفال، كل واحد له قصته، كل واحد له حكايته، كل واحد له تجربته المختلفة مع ابنه وبنته. طيب وماذا تقدمون في هذه الجمعية؟ أوكي، يعني بعد تأسيس الجمعية وبعد يعني استشارة مجموعة من الأخصائيين وبعد قراءة معمقة حول أطفال متلازمة داون واحتياجاتهم، ونتيجة إنه أعضاء مجلس الإدارة الأولى أو التأسيسي كان كله أطفال، كل أولادهم يعني كانوا صغار السن. من هون كانت الفكرة والمعرفة معلومة ذهبية ومهمة جدا، وهي الأكثر يعني أكثر شيء ممكن يطور من قدرات هذا الطفل هي قضيتين أساسيتين هما التدخل المبكر والدمج في المجتمع. وبالتالي من هون عملنا مركز ومؤسسة خاصة بأطفال متلازمة داون، بلشت نقدم لهم خدمات. الخدمة الأولى اللي هي تأهيل يعني الإرشاد النفسي والمجتمعي للأهالي، ومن ثم البدء مع الأطفال بجلسات منفردة في مجالات العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق، كل طفل حسب قدراته وإمكانياته واحتياجاته وتطوره الزمني في هذا الموضوع. طيب وحين تتحدث عن الدمج، هل تقصد بذلك الدخول في مدارس عادية أم يعني الدمج في مناحي الحياة المختلفة؟ الدمج في كافة مناحي الحياة المجتمعية، ومن هون يعني كنا جزء من شغلنا وجزء من عملنا مع الأهالي من أجل إنه يكون هذا الطفل يعني يخرج للعالم في كافة مناحي الحياة، في أفراحهم، في مناسباتهم، في تسوقهم، في زياراتهم، حد أجعليهم. ومن ثم إذا كانوا الأهل موظفين وبحاجة إنه هذا الطفل يكون في روضة، في حضانة، يروح على حضانة ومن ثم على روضة، ومن ثم المرحلة الأخيرة اللي هو يكون الطفل هذا في المدارس الحكومية. وللعلم يعني إحنا عندنا في المدارس الحكومية مرفوض إنه يكون إنه مرفوض رفض وجود طفل من ذوي متلازمة داون أو طالب على مقاعد الدراسة، ولكن عشان يكون هذا الطفل مندمج في المدرسة ويكون يعبر عن رأيه أو يعبر عن احتياجه ويكون قادر على الدفاع عن نفسه أو يعني يتفاعل مع المجتمع في المدرسة، هون ضروري جدا يكون في تدخل مبكر من أجل تطوير قدرات وإمكانيات هذا الطفل. وبالتالي هذه قضية بالتوازي، تدخل مبكر في مجال التأهيل ودمجه في المجتمع وفي الحياة العامة بكافة المناحي وفي كافة الجوانب. هون بنطور من قدراته وإمكانياته وبنخلق
طفل قادر على انه يكون في المجتمع، يعبر عن ذاته ويعبر عن احتياجه، ان كان في المدرسه او في الشارع او في الاسره. طيب كلمني عن ابنك، هو اسمه رحيم، نفس اسم الجمعية، الاسم الذي اخترته للجمعية. يعني هون المفارقات انه كان ما اسمه رحيم، كان اسمه عمار، ولكن بعد اكتشاف انه هو من ذوي متلازمة داون غيرنا اسمه لاسم رحيم، وهذا كان اختيار اخت زوجتي، يعني من باب انه هذا الله اعطاكم هدية من اجل انه يكون رحمة لكم وله ان شاء الله، ومن هون غيرنا اسمه من عمار لرحيم. بنعود للبدايات، انه لما بدنا نروح نسجل هذه المؤسسه او المركز او اي مصلحه انت بدك تسجلها في اي مؤسسه رسميه حكوميه، بطلبوا منك الاسم على اساس انه يكون شبه علامه تجاريه او فارقه ما بينك وبين الاخرين، ويبحثوا انه يكون هذا الاسم مستخدم ولا مش مستخدم. فانا ارتجلت بلحظتها واعطيتهم اسم رحيم على اساس انه يكون هذا الاسم هو اسم المؤسسه، ومن ثم طرحنا اسم التغيير، تغيير الاسم على مجالس الإدارة المتعاقبة على الجمعية، ولكن يعني الكل أكد على إنه يعني الاسم مناسب وجميل، فليكن يستمر الاسم الجمعية على هذا الاسم. وماذا يفعل الآن؟ يعني هو الآن في المدرسة، في أي صف؟ نعم، رحيم اليوم في الصف الثالث الابتدائي، هو بروح على المدرسة طبعا نتيجة وضع مختلف عندنا في فلسطين، هو بروح 3 أيام على المدرسة بشكل مستقل، طول ساعات الدوام بشكل كامل. هو الآن يعني قائم بذاته بكافة تفاصيل حياته، إن كان بأكله بشربه بلبسه نظافته، يعني كثير من احتياجاته هو بقضيها بشكل مستقل الحمد لله. هل لديه اهتمامات خاصة؟ يعني هو زي جيله أو أكبر أو الأصغر، يعني الموبايل والجهاز شوي بأخذ جزء كبير من جهده، بحب الألعاب، بحب يتابع بعض الأشياء على الموبايل أو الآيباد، بحب الرياضة كثير، ولكن كمان يعني للأسف إحنا في كثير معوقات عندنا في فلسطين للأسف طبعا بنحكيها، من أجل تطوير قدراته وإمكانياته وتنمية بعض المواهب الموجودة عندهم لذوي متلازمة داون بما فيهم رحيم، يعني الانقطاع، الشوارع، عدم القدرة على الوصول لبعض المرافق اللي ممكن تطور من قدراته وإمكانياته، أو بالأحرى ما في أصلا مرافق تراعي قدراتهم وإمكانياتهم وظروفهم لذوي متلازمة داون وغيرهم من ذوي الإعاقات الذهنية أو الجسدية. يعني وكمان تقصد يعني من وجود ناحية السماح، تقصد من ناحية السماح لهم، ولا من ناحية إمكانية الدخول، يعني أن يكون المكان مؤهل لوصولهم للمكان؟ نعم، عدم وجود أماكن مؤهلة ووجود أخصائيين يراعوا قدراتهم وإمكانياتهم ويكونوا قادرين على تنمية هذه المواهب، إن كانت رياضية أو فنية أو ثقافية أو أي نوع من أنواع المواهب اللي ممكن تكون عندهم. للأسف إحنا هذا يعني هذا الجانب مهمل جدا من قبل الجهات الرسمية والحكومية، وبالتالي عدم وجود مرافق تختص فيهم أو تنمي قدراتهم أو أخصائيين كمان يقدروا يكونوا قادرين على التعامل معهم. ومن هون أنا يعني بحب أطمنكم يعني وأطمن الشارع الفلسطيني والمجتمع إنه إحنا كجمعية الرحيم إحنا الآن يعني في طور بناء مركز كامل متكامل يلبي احتياجات ذوي متلازمة داون بمختلف فئاتهم العمرية بما فيها الرياضية والفنية وغيرها، ولكن يعني كمان هذا البناء راح يكون جاهز، يعني هو الآن في طور البناء وبده وقت زمني من أجل إنه يكون جاهز لاستقبال أكبر عدد ممكن من ذوي متلازمة داون وبمختلف الفئات العمرية، من أجل تقديم الرعاية والتأهيل لهم وكونوا جزء من هذا المجتمع وكونوا كمان منتجين فيه كمان. طيب حضرتك كلمتني عن فكرة إنه عدم وجود أماكن لتطوير المهارات لأبناء متلازمة داون،
ماذا عن الأوضاع بشكل عام في الضفة الغربية، يعني بالنسبة للأهالي، لأهالي ذوي متلازمة داون، وبالنسبة لذوي متلازمة داون، يعني في غير مسألة تطوير المهارات، مسألة الرعاية الصحية وغير ذلك من أمور؟ يعني الرعاية الصحية، السلطة بتوفر رعاية صحية لأطفال ذوي متلازمة داون من الولادة حتى بلوغهم سن متقدمة جدا، ولكن غير هيك، غير الرعاية الصحية أو التأمين الصحي اللي ممكن يأتيهم من أي مصاريف، للأسف لا يقدم لهم أي نوع من أنواع الخدمات. ما في أي مرافق، إن كان إلهم هم صغار أو يوم يكونوا يافعين، زي ملاعب، زي مرافق، زي دمجهم، زي إنه يكون مخصص إلهم نسبة من العمالة في المؤسسات الرسمية أو الحكومية. حتى يوم يكبروا إن كان بدهم رعاية للمسنين، ما في بيوت ومراكز خاصة لرعايتهم إذا بلغوا يعني سن متقدمة في السن. فكمان احنا في عندنا عائق كبير جدا في هذا الجانب، هو جانب الحواجز الإسرائيلية اللي بتمنع وصول الأهالي في كثير أحيان، من الوصول لمركز الجمعية اللي موجود اوريدي أصلا وبيقدم لهم الخدمات، من وصولهم إلى المركز من أجل تقديم خدمات لأطفالهم. فكرة حرية وهذا الحركة عائق كبير. تقصد، طبعا تقصد حرية حرية الحركة، الحركة بسبب الحواجز الأمنية. طيب طبعا أكيد كان ده كان سؤالي، يعني أكيد في ظل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الوضع ممكن يكون بشكل عام، يعني الوضع ممكن يكون فيه صعوبة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وأبناء متلازمة داون. هل إلى أي درجة بتشعر بأن هم متضررين أكثر من الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؟ يعني بكل تأكيد في ظروف مثل هيك الفئات الأقل حظا في المجتمع هي اللي بتدفع الثمن الأكثر والأكبر، وبالتالي ذوي الإعاقة بشكل عام إن كانت جسدية ولا ذهنية، وبما فيهم أطفال ذوي متلازمة داون، هو من أكثر الفئات اللي ممكن تتضرر نتيجة هذه الظروف ونتيجة هذه الوضع اللي لا يخفى على أحد طبعا. وبالتالي وجود الحواجز، وجود يعني الصعوبة في التنقل. يعني أنا بدي أضرب مثال بسيط جدا علي أنا كشخص، أنا كنت من بيتي لمركز الجمعية الموجود في منطقة البيرة ورام الله، أنا كنت في 7 دقائق أو 10 دقائق أكون موجود في الجمعية. أنا اليوم بمشي أكثر من ساعة لساعة وربع، أو أحيانا كثيرة نتيجة وجود الحواجز هذه ممكن أوقف على الحاجز أكثر من ساعة ونص وساعتين قبل ما أقدر أوصل لمركز الجمعية أو أثناء العودة. وهذا ينطبق على كل المستفيدين من الخدمات اللي بتقدمها الجمعية لذوي متلازمة داون. طيب هل لديك أي معلومات عن أبناء متلازمة داون في غزة؟ يعني للأسف الشديد احنا كان في عندنا تواصل ما بيننا وما بين جمعية الحق في الحياة في غزة، واللي كانت تقدم وتقوي تقدم خدمات كبيرة وجليلة لذوي متلازمة داون ولبعض الفئات الأخرى من ذوي الإعاقة في مدينة غزة، ولكن في غزة. ولكن للأسف الشديد من بداية الأحداث حتى كان في بيني شخصيا تواصل مع بين المدير المالي للجمعية، ولكن من فترة طويلة للأسف الشديد انقطع الاتصال وما في أي تواصل أو علم أو معرفة حول وضعهم كمؤسسة ولا المستفيدين من المؤسسة اللي كانوا موجودين فيها، واللي كان فيها نوع من أنواع المبيت في هذه المؤسسة. فبصدق ما بنعرف عنهم أي معلومات للأسف الشديد طبعا هذا، ولكن أعتقد إنه يعني تضرروا، كان الضرر عليهم كبير وواضح، وزيهم زي باقي الفئات في المجتمع، في المجتمع الفلسطيني في غزة. احنا بالفعل خلال الاعداد للحلقة يعني حاولنا التواصل مع هذه الجمعية، لكن للأسف لم نستطع التواصل معهم. ارجع مع حضرتك لرحيم، هل هناك مواقف يعني تتذكرها منذ ولادة رحيم حتى الآن، مواقف بعينها يعني كانت تزعجك، وكيف كنت تتعامل معها؟ لأنه ربما يكون هناك من يسمعنا ومر بهذه التجارب، ويعني من الجيد أن يسمع لتجربة شخص آخر.
يعني لا شك انه الانسان بمر في تجارب وفي مواقف ممكن تكون صعبة وممكن تكون حساسة، ممكن احيانا البدايات في كان عندنا الحساسية فيها افراط ومفرطين فيها، ولكن اليوم اصبحت عندنا يعني مناعة وحصانة ضد هذه النظرات، ضد بعض التصرفات، ضد بعض الكلمات اللي ممكن تخرج من بعض المحيطين فينا أو اللي بتعرفوا علينا لأول مرة. وبالتالي المجتمعات يعني فيها درجات مختلفة من الوعي والإدراك لخصوصية هذه الفئة ولخصوصية كل ذوي الإعاقة في المجتمعات، ولكن كمان هذا بيعود على قوة شخصية تكاتف الأسرة واستيعابها وتقبلها لهذا الطفل. وأنا دائما زي ما حكيت لنفسي سابقا دائما بحكي للأهالي جملة مهمة جدا في هذا الموضوع: اللي ما بيحترم ابنه وما بيقدره ما يطلب من المجتمع ولا الشارع إنه يحترمه ويقدره. وبالتالي الأسرة هي الركيزة الأساسية وهي السند الأول وهي الأكثر تأثيرا في المجتمع على تغيير النظرة تجاه ذوي متلازمة داون وتجاه ذوي الإعاقة بشكل عام. هل تغيرت هذه النظرة من وجهة نظرك يعني منذ 10 سنوات حين ولد رحيم وحتى الآن؟ هل حدث أي تغيير في هذه النظرة؟ يعني لا شك إنه صار تغير كبير في هذا الجانب، يعني إحنا بنلمس هذا الموضوع بشكل قوي جدا. إحنا في البدايات كنا نبحث مثلا عن وسيلة إعلام من أجل تسليط الضوء في هذا الموضوع، كنا نبحث عن مجموعة شبابية أو مدرسة من أجل إنه إحنا نعمل يوم توعوي فيها، كنا نتعب من أجل الوصول يعني لمجموعة من أجل عمل أي فعالية ترفيهية للأولاد أو لأهاليهم أو إلى آخره. ولكن اليوم إحنا بنتلقى كثير من العروض من المدارس ومن المجموعات الشبابية ومن الجامعات، من وسائل الإعلام بيتم تسليط الضوء في هذا اليوم وفي غيره من باقي الأيام على ذوي متلازمة داون واحتياجاتهم وين وصلت التطور في هذا الموضوع. ولا شك إنه هذا إشي ملموس وواضح جدا، ممكن يلمسه أي حد في الشارع الفلسطيني كيف تطورت نظرة المجتمع الفلسطيني لذوي متلازمة داون من 10 سنوات حتى اليوم. لكن أكيد من واقع عمل حضرتك، وأعرف أنك تركت الوظيفة لتتفرغ لهذه المهمة، مهمة إدارة هذه المؤسسة، أكيد كثيرون يطلبون منك المشورة، يتواصلون معك يطلبون المشورة. ما هو أكثر شيء يقال لك، يعني أكثر مشورة يطلبها الناس؟ يعني أكثر شيء شو نعمل في هذا الطفل، خاصة اللي بيكون مولود جديد وخاصة اللي بيكون الطفل الأول كمان، يعني في نسب عالية جدا من يكون الطفل الأول في حياته هذه الأسرة، وبالتالي ممكن تكون أسئلتهم أكثر. وبالتالي السؤال الأكبر هو شو نعمل له لهذا الطفل، شو وين نوديه، كيف يعني بيتعاملوا معه، إنه ممكن يتعاملوا معه بطريقة مختلفة كليا عن أي طفل آخر. فإحنا بنحاول نطمنهم إنه هذا الموضوع ما في يعني ما بده أي خصوصية مختلفة كثير عن إخوته أو عن أي تجربة أخرى في هذه الأسرة. وبالتالي الأسئلة هي تقريبا شبه موحدة. إحنا بنعاني من مشكلة كبيرة جدا في هذا الموضوع، إنه خاصة جزء يعني أكثر من 90% من الأسر اللي عندها أطفال من ذوي متلازمة داون اللي تعاملنا معها هي ما كانت تعرف عن وجود طفل، من إنه الطفل اللي راح ينولد في هاي الأسرة هو من ذوي متلازمة داون. وكانت تكون المفاجأة بعد الولادة بساعات أو يوم أو يومين بالكثير يكون يتم تبليغ الأسرة بأنه ابنكم من ذوي متلازمة داون. ولكن للأسف الشديد هون يعني كانت بتكون طريقة توصيل المعلومة للأسرة بتكون شوي فجة، بتكون أحيانا فيها نوع من عدم مراعاة الظرف الإنساني والنفسي للأسرة، وبالتالي هذا بعود بالصدمة على الأسرة بطريقة توصيل المعلومة. وهون بيكون ضروري التدخل مع الأسر بطريقة نفسية وإرشادية بأنه كيف لازم يتقبلوا هذا الطفل، وهذا جزء طفل زيه زي الآخرين، وهو يعني زي ما دائما بنحكي لهم إنه بنحكي عن ذوي متلازمة داون، ولكن كمان في له مسمى آخر هو متلازمة الحب.
دائما بنحاول نبث، وهو مش محاولة يعني وهمية، لا هي بنحاول نبث روح الأمل والتفاؤل في الأسر الجديدة، بأنه هذا الطفل راح يعطيكم نوع من أنواع السعادة، راح يعطيكم نوع شكل جديد من المحبة، شكل جديد من التقارب في الأسرة والتماسك للأسرة، لأنه الأسرة تصبح همها وجزء كبير جدا من مقدراتها ومن قوتها ومن وقتها، لازم تعطيه لهذا الطفل لخصوصيته، وبالتالي المفروض أنه هذا الطفل يقرب ويزيد تماسك الأسرة بشكل قوي جدا. وعلى الأقل أنا بحكي عن نفسي وعن كثير من الحالات اللي أنا تعاملت معها، أنه فعلا هذا الطفل كان عامل مساعد للأسرة من أجل قوتها وتماسكها واعتمادها على ذاتها، من أجل الاهتمام وتوفير البيئة المناسبة لهذا الطفل وتنميته في بيئة ملائمة ومناسبة، من أجل احتواء أو يعني التعويض عن الجزء اللي ممكن يكون فيه تباطؤ في نمو ذهني لهذا الطفل، وإنه ما يكون زيه زي أقرانه من الأطفال الآخرين. طيب أخيرا حيدر، يعني هل من نصيحة واحدة شاملة عامة يمكن توجيهها لأي شخص يمر بتجربة مشابهة مع طفل من أبناء متلازمة داون في البداية؟ تقبل طفلك، بلش معه مبكرا في تأهيله، ادمجه في المجتمع، اخرجه للشارع، آمن بقدرات ابنك، وأكيد إذا أنت آمنت فيها وفرضت بتفرض احترامك، بتفرض احترام ابنك للشارع والمجتمع. وهون إحنا بنغير إيد بإيد، كل أسرة ممكن تتعامل بهذه الطريقة وتتعامل بأنها تحترم ابنها وتفرض احترامها على الشارع وعلى المجتمع، هيك احنا بنغير في نظرة المجتمع ونظرة الشارع لذوي متلازمة داون في المجتمع الفلسطيني وفي المجتمعات العربية والعالمية. كل الشكر حيدر أبو مخو على وجودك معنا في بودكاست يستحق الانتباه، وشكرا لكم على المتابعة. شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. يمكنكم مشاهدة حلقات البودكاست على قناة بي بي سي نيوز عربي على يوتيوب، أو الاستماع والتحميل على منصات البودكاست المفضلة لديكم وعلى موقعنا bbcarabic.com. هذه الحلقة أعدها عبد الحميد عباس، في الإخراج التقني أبي مورتشنسكا، في إدارة التحرير كريمة كواح، وكنت معكم إيناس عبد الوهاب.